سؤال. أنا شاب أهوى حياة الرهبنة منذ نعومة أظافري، وعندما كبرت بدأت أتساءل عن متطلبات هذه الحياة، فقيل لي إن قداسة الرهبة لم يقبل طالب الرهبنة الوحيد، يقصد الابن الوحيد يعني الذي ليس لديه أخوة، فهل هذا صحيح؟ لا أنا ما قلتش كده، لكن بعض الأديرة ما بتقبلش. هو إذا كان والدك ووالدتك موافقين ما فيش مانع. هو ساعات حكاية الابن الوحيد دي ما بيقبلهوش إذا كان رهبنته صدمة لأبيه وأمه، أو إذا كان أبوه وأمه محتاجين له في حياتهم الخاصة، يعني بيصرف على العيلة أو غيره. لكن إذا كان الأب والأم موافقين لا يوجد ما يمنع لك. إذا كان الأب والأم موافقين لا يوجد ما يمنع.